مشاهدينا، وللحديث أكثر عن إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب وأيضا عن الحديث بخصوص التحضيرات ليوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، معنا من واشنطن الكاتبة الصحفية السيدة هديل عوية. أهلا بك سيدة هديل. سيدة هديل، يعني بالبداية هناك غموض في موعد مناقشة مجلس يعني الشيوخ لإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، بهذا الموضوع تحديدا ما الجديد في هذا الملف؟ صحيح، شكرا لك. بعد أن وافق مجلس النواب وهو يملك اليوم غالبية ديمقراطية على المضي بإجراءات العزل، الخطوة الثانية هي أن تجري التحقيقات في هذه التهم الموجهة للرئيس ترامب في مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ أصلا كان في إجازة ولن يعود حتى 19 من يناير الشهر الجاري. ميتش ماكونيل الذي هو زعيم الغالبية الجمهورية، وعلى الرغم من أنه منفتح على مناقشة مسألة عزل ترامب، وكان هناك حتى تسريبات بأنه سعيد بإبعاد ترامب عن الحزب الجمهوري حتى لا يتمكن أيضا مستقبلا من أن يكون له يد في هذا الحزب، قال سيناقش ولكنه لن يعود من الإجازة لكي يناقش هذا الأمر. وبالتالي هذا الأمر سيبدأ غالبا بعد 19 من يناير بسبب وجود العطلة. ولكن هناك مسألة أخرى اليوم تجعل نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين غامضة في متى سترسل يعني الأوراق وملف العزل إلى مجلس الشيوخ، لأن أيضا الديمقراطيون اليوم يعني الآن أصبحت السلطة التنفيذية والتشريعية بشقيها غرفتي الكونغرس بيدهم، وهم اليوم مطالبين من الأمريكيين بالتحرك في عدد من الأمور الهامة جدا. أولا التوقيع على الخطط التي سيطلقها رئيس المنتخب الجديد جو بايدن، والأمريكيين بأمس الحاجة لها خاصة فيما يتعلق بوباء كورونا، بتوزيع اللقاحات، الحزمة الاقتصادية التحفيزية، بالمصادقة على مرشحي إدارة جو بايدن. وبالتالي سنرى يعني كيف سترى الديمقراطية نانسي بيلوسي الأولوية لمناقشة أي ملف تحديدا في الكونغرس في مجلس الشيوخ. نعم سيدة هديل، يعني العالم أيضا يحبس الأنفاس الآن قبل 3 أيام أخيرة هي من رحيل الرئيس دونالد ترامب. يعني واشنطن تحولت إلى ثكنة عسكرية، شركات الطيران الأمريكية منعت استخدام يعني أو حمل الأسلحة على الطائرات القادمة إلى واشنطن. يعني إلى هذه الدرجة الآن المخاوف من حدوث عنف قبل تسليم السلطة في يعني في واشنطن وتسليمها إلى الرئيس المنتخب جو بايدن؟ صحيح، يعني اليوم تقريبا الشوارع مغلقة في الغالبية العظمى من واشنطن، لا تجد إلا بعض المارة المشاة، لا يوجد حركات سيارات تقريبا في كل العاصمة. 25 ألف جندي من الحرس الوطني يحمون محيط مبنى الكونغرس والمنطقة التي سيتم تنصيب جو بايدن فيها، وأيضا جدار إسمنتي بني لهذا الغرض. طبعا هناك مخاوف اليوم، السلطات المحلية والسلطات الفيدرالية التي تحقق بأحداث اقتحام الكونغرس من قبل مناصري ترامب وجماعات يمينية متطرفة تقول أنه كان هناك فعلا مؤشرات على أنه هناك مخاطر ستحدث، ولم يكن هناك خطوات احترازية كافية. اليوم يحاولون أن يغلقوا أي ثغرة أمنية قد يتسرب منها هؤلاء المتمردون والمخربون والذين يعني أرادوا الانقلاب على نتيجة ديمقراطية. رأينا شريك ترامب في الإدارة مايك بينس اعترف بأنها كانت نتيجة لانتخابات نزيهة، وأن الإدارة فعلا خسرت، هذا ما يقوله كل محيطين ترامب، ورفض ترامب أن يقوله، وهناك طبعا قاعدة شعبية لترامب تصدق هذا. وبالتالي صحيح هناك مخاوف، وهذه أكثر عملية تنصيب رئيس جديد اليوم تحظى يعني احترازات أمنية محيطة بذلك. مثل ما ذكرت لا يوجد طبعا ممنوع حمل الأسلحة في الطائرات المتوجهة إلى واشنطن. شركة اير بي ام بي مثلا التي تؤجر غرف وبيوت في واشنطن اليوم أوقفت الحجوزات منذ يوم أمس. المترو قطار الأنفاق في واشنطن الآن لا يعمل أيضا، وبالتالي هناك فعلا مخاوف. يعني اليوم FBI قالت أننا عدد كبير من الأسلحة عثرنا عليها مع الذين كانوا قد اقتحموا الكونغرس في 6 يناير. نعم سيد هديل، يعني دعينا نتحدث بموضوع يعني هو جدا مهم الآن في هذه المرحلة، عدم حضور الرئيس دونالد ترامب لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. يعني هناك رسالة من هذا الفعل، وأيضا هناك من يتحدث أنه يوجد الآن شرخ عميق في واقع المجتمع الأمريكي يعني بخصوص ما حدث يوم الأربعاء الماضي. هل سيتعافى الشعب أو المجتمع الأمريكي خاصة في واشنطن من تبعات فوضى يوم الأربعاء؟
نعم طبعا هناك شرخين، يعني أولا هناك حقيقة يعني لا مفر منها أن هناك في أمريكا إرث من الانقسام العرقي، هناك جماعات يمينية بيضاء متطرفة ترفض الأقليات، دائما تعتقد يعني هؤلاء الذين اقتحموا الكونغرس هم يعني أشخاص يعانون اقتصاديا مهمشين، ولكن من مجتمعات بيضاء، ويرون أن أصلا فشلهم الاقتصادي والاجتماعي سببه أن الأنظمة الاجتماعية التي تساعد السود الأمريكيين الأقليات، لأن أمريكا تقبل المهاجرين، وبالتالي هذا كله مرده يعني عنصرية موجودة في المجتمع الأمريكي. طبعا ترامب غذاها ووصلت هذه العنصرية إلى قمتها حين عبر عنها ترامب، دائما كان يرفض أن يدين هذه الجماعات اليمينية المتطرفة. ولكن إذا نظرنا إلى يعني مجمل العملية الدستورية والسياسية الأمريكية، لا يوجد مشكلة دستورية. نائب ترامب مثل ما قلت هو اليوم سيحضر عملية التنصيب. الجمهوريين اليوم يعني رأينا في حين تراجع أيضا عدد منهم من أقرب المقربين من ترامب على الاعتراض على نتائج الانتخابات، يعني رأينا هناك إجماع من نعم على الأقل القاعدة السياسية على رفض ما يعني تشكيك ترامب واتهاماته للآخرين ومحاولاته خلق شرخ. هناك شرخ طبعا، ولكن يعني من الواضح أن هناك محاولات للتعافي والخروج من هذا الشرخ، وهذا ما يدعو إليه جو بايدن. نعم إذا من واشنطن الكاتبة الصحفية سيدة هديل عويس، شكرا جزيلا لك.